اليوم أنا موجود في حديقة، لكن يا أخواننا الملفت للنظر جدا وإحنا كلنا بنقدر نعمله. أنا ملاحظين كل حلقاتي في أشياء أي واحد منا بيقدر يعملها، ومأكد لك وبظل أركز على نقطة: لا نحتاج إلى قرار دولة ولا إلى حكومة ولا إلى دعم ولا إلى فلوس. الموضوع قرار شخصي، موضوع أنت بتقدر تعمله، أنت وزوجتك، أولادك، طريقة تربيتنا، اللي هو مسألة الحفاظ على البيئة، البيئة اللي حوالينا. اليوم العالم كله، كل العالم بيسعى لشيء اسمه الحفاظ على البيئة. اليوم العالم كله أوجد وزارات في حكوماتهم اسمها وزارة البيئة. هدف وزارات البيئة والدعم الحكومي ومش عارف إيش كل الخطط أن تحافظ على البيئة اللي إحنا عايشين فيها. لكن إحنا هذا جزء من ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يبول في الماء الراكد وفي ظل الشجرة، قال: اتقوا الملاعن. عارف شو معنى الملاعن؟ قال: البول في الماء الراكد وفي ظل الشجرة. هذا الحفاظ على البيئة، هي أصل الحفاظ على البيئة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. يعني تخيل أنت واقف على نهر النيل ولا على دجلة ولا على الفرات ولا على نهر الأردن، قاعدك تتوضأ، ممنوع، ممنوع شرعا أن تسرف في الماء ولو كنت بدك تتوضأ على مجرى نهر. تخيل لأي درجة، وانت الماء قدامك والنهر ماشي، ومع ذلك ممنوع أن تسرف في الماء. وانت أصلا لو أسرفت في الماء شو راح تعمل انت؟ يعني قد ما أسرفت في الماء، بدل ما تتوضأ بلتر رحت توضيت بعشرة لتر. هم إيش العشرة لتر بالنسبة لنهر؟ ولا شيء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يربيك على مبدأ اسمه الحفاظ على البيئة. طبعا لو النبي عليه الصلاة والسلام في أيام زمان قال لهم الحفاظ على البيئة بيكون مصطلح غريب بالنسبة لهم. فأعطانا النبي عليه الصلاة والسلام عناوين، لكن المقصد من هذه العناوين لمن يأتي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يتعلم كيف يحافظ على البيئة. أنا الآن في واحد من الأحياء المتوسطة من أحياء بروكسل. طبعا لا يغرك الاسم، تقول لي بروكسل، تقول لي باريس، تقول لي لندن، الفكرة والعبرة دائما بالسكان أكثر من موضوع المكان. هذا الحي أول ملاحظة فيه مسألة النظافة، يعني كل واحد من البيوت في عندهم أوقات محددة بيطلع فيها أجلكم الله موضوع القمامة وبتتاخذ من الشارع. هاي نقطة. النقطة الثانية مهمة إنه كل واحد صاحب بيت هم مع بعض بيتعاونوا في نظافة الأرصفة، يعني لا يحتاج إنه البلدية تطلع تنظف باب بيته. نقطة مهمة جدا إنه كل بيت زي ما أنتم شايفين أمامي الآن في قدامه ساحة صغيرة هي مدخل للكراج ومدخل للعمارة، ومع ذلك كل واحد منهم لما بتكون قدامه الساحة هاي هو بزرعها. اللي بنحكي فيه إحنا إنه موضوع الزراعة، موضوع النظافة، الموضوع الاعتناء والاهتمام هي ثقافة إنسان وليست أمر يفرض على الناس من قبل حكومة ولا من قبل سلطة. الذي يفرضه الإنسان على نفسه موضوع النظافة، هذا أمر شرعا يجب عليك تعمله. يعني الموضوع مش موضوع إن والله أنا حر أحافظ على البيئة ولا ما أحافظ على البيئة. جزء من الأوامر الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها واللي أمرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن نحافظ على هذا الجمال الكوني الموجود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما من طائر يقتل إلا ويأتي يوم القيامة يقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. مو الطائر جزء من البيئة، والمياه جزء من البيئة، والأعشاب جزء من البيئة، والمنظر الجمال الكوني الذي خلقه الله عز وجل كل هذا جزء من البيئة. يعني أنا الآن موجود في حديقة، أو بالأحرى هي شبه غابة يعني وقريبة للمدن، لكن لا تجد هذه الاعتداءات والتجاوزات اللي مع الأسف مرات إحنا منقوم فيها وتحت حجج واهية. مرات بيقولك والله أنا بدي أدفى لأنه الأثمان غالية. صح، يعني أنت في عندك أعذار، ولكن أنا أتحدث عن طريقة التعامل مع هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. الصيد على سبيل المثال هو الحفاظ على البيئة، أن تحافظ على الطيور، أن تحافظ على الأسماك، أن تحافظ على النباتات، أن تحافظ على الورود الموجودة. يعني جمال الورد وهو موجود في مكانه أجمل من أجمل وردة
موجودة في فازة وموجودة عندك في البيت، جمالها في مكانها في بيتك، لن يستمتع بها أحد إلا أنت واللي يمكن عيلتك وزوجتك، لكن بقائها في الحدائق يستمتع بها الكل. اللي بدي أقوله يا أخواني وأخواتي، والدنيا قاعدة بتشتي علينا إحنا الآن، ومنظر رائع وجميل جدا وسبحان المعطي، يعني منظر رائع مع وجود الشتاء، والشباب الله يعطيهم العافية يعني مكملين معنا تصوير. الفكرة بدي أوصل لك إياها، هذا الكون أمانة في أعناقنا، لا يجوز لك أن تفرط في استخدام الموارد التي خلقها الله عز وجل فوق حاجتك. هذا الكون الجمال الموجود فيه الله تبارك وتعالى أوجده لنستمتع به جميعا، فلا يجوز لك أن تؤذي شيئا فيه لأنه ليس ملكك وحدك. إحنا مشايخنا علمونا إنه النملة لا تقتلها، مش لأنه في واحد راح يرفع عليك دعوة ويقاضيك ويحاسبك ويدفعك فلوس، لا، لأنه في قاعدة بتقول وراعي في كل خلق وجه من خلقه. عندك أنت الآن بحيرة كاملة من المياه، ما فيش ولا واحد يا أخوانا فيها بط البحيرة وفيها وز. أنت عارفين، أنا متأكد لو كان هذا البط موجود في بلادنا إيش صار فيه، زمان صار مشاوي وصار باربيكيو وتاكل وخلص. الناس بتيجي لهون، حتى في عندك لوحات مكتوب عليها ممنوع إطعام البط، خلص ممنوع تطعميه، ما فيش واحد يتبرع ويروح مطعم البط لأنه هذا في ناس راح يطعموه، فأنت أتركه في حاله. المياه الموجودة ما فيش ولا واحد يمشي يخلص مثلا علبة العصير والمشروبات الغازية ويروح يرميها في البحيرة. الناس بتيجي هون وكأنها لأول مرة بتدخل، يعني النظافة والحفاظ على البيئة كأنك أول مرة بتدخل هون. بتلاحظ أنت أنه النظافة الموجودة، خلص الشوي وخلص الحفلة تبعته وانتهى من كل ما يحتاجه من نظافة. هذا الكلام إحنا أولى بوجوده.